Thank you.
بالتأكيد أليق بزوجة عزيزة منه برجل متواضع صادق، لكن لا يصح أن أنفقد أخي. سمعت أحدهم يقول: الخزر أبو ياه، لا أقصى من جدائك، لكنني قطعت على سبعة منهم. اضرب سيقان القيود ثم اصطدهم مثل الذباب الذي يستلذون الوقت. حين نستعرض الطريقة التي كانت أم الخليفة رحمها الله تدير بها الحريم، فقد كان المرء يستطيع توقعا لا يمكن أن يقع. لا يمكن أحد أن يعرف من يتحكم بالأمر. سألاقيك عند مغرب حب الغد، يقع ذلك المكان بالمنتصف بيننا، سآتي بعد صلاة الفجر.
إليك الشاحبين ذوي الشعر الطويل، وقد قتلت بضعا منهم، إنهم محاربون شرسون وماهرون، وكذلك أنا. Thank you.
الرجل بأكمله. كن عاقلا. لو حاول أنك أن على ذلك اتبعت الضربة إلى عرف. ذلك كثير. وهذه ليست حتى الجودة الأفضل. لا أحاول الإساءة إليك. أقسم على ذلك. ارتفعت الضرائب كما تعرف. أحاول الاستفادة من العجز. أليس كذلك؟ علي إطعام أسرتي أيضا. تعال، ألديك رغبة في البيع أم لا؟ هل يجب أن يتطور جمعا من أجلك؟ حذاري من رئيس الخدم، لا يوجد أشد قسوة منه. يرثى لحاله، لكنه لا يجرؤ على التنفيذ عن مذلته في وجه سيده، لذا يتسلط علينا بدلا من ذلك. Thank you.
Thank you.
الخزف أضياء ما أقصى من جبال لكنني قطعت على سبعة منها أضرب سيحان القلوب ثم اصطدم مثل الذباب الذي يستلزمون الوقت حين نستعرض الطريقة التي كانت أم خليفتي رحمها الله تدين بها الحريم فقد كان المرء يستطيع توقعا من العلم ومن يعرف من يتحكم بالأمر سألاقيك عند مغرب الغد يقع ذلك المكان بالمنتصف بيننا سآتي بعد صلاة الفجر حاول أن لا تتأخر قاتلت أولئك الشاحنين ذوي الشعر الطويل وقد قتلت بضعا منهم إنهم محاربون شرسون وماهرون وكذلك أنا Thank you.
لا تسد المسار. الاستفادة من العجز، أليس كذلك؟ علي إطعام أسرتي أيضا. تعال، ألديك رغبة في البيع أم لا؟ هل يجب أن يتطور من أجلك؟ Thank you.
رئيس الخدم لا يوجد أشد قسوة منه. يرثى لحاله، لكنه لا يجرؤ على التنفيس عن مذلته في وجه سيده، لذا يتسلط علينا بدلا من ذلك. من رئيس الخدم لا يوجد أشد قسوة منه. يرثى لحاله، لكنه لا يجرؤ على التنفيس عن مذلته في وجه سيده، لذا يتسلط علينا بدلا من ذلك. سيضربك بمجرد نظره. Thank you.
يستطيع التوقع لا يمكن أن يقع
تسد المسار.